أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة الصباحية التي نقدم فيها أهم الأخبار السياسية، ونستعرض أيضا أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي. والبداية مع العناوين: انتهاء مهلة ألوية العمالقة لانسحاب الحوثيين من مديرية عين في شبوة، وترقب لحملة جوية وبرية بالتنسيق مع التحالف. في ظل تحذيرات من اغتيالات وتفجيرات أمنية متنقلة في لبنان، غالبية المستطلعين على الحدث يتخوفون من تفلت أمني كلي. استياء إعلامي أمريكي بسبب تصريحات معادية للولايات المتحدة أطلقها رئيس اتحاد المصارعة الإيراني. موديرنا تكشف أن فاعلية اللقاحات المعززة ضد كورونا ستنخفض بمرور الوقت، وقد يحتاج الناس إلى جرعة رابعة في الخريف. قضية ديوغوفيتش تتحول أزمة دبلوماسية وتفضح سوء معاملة المهاجرين في أستراليا. في تحد لقواعد طالبان المتشددة، نساء أفغانيات يرتدين ملابس رجالية والحركة تمنعن من استخدام الحمامات العامة. أهلا بكم من جديد، وقبل دخول في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق فتح تحقيق بحادث إطلاق صواريخ من جنوب ناحية ألتون كوبري بمحافظة كركوك اتجاه قوات البشمركة. يا الله ما باريزي. ظهر زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني إلى جانب ما يطلق عليه رئيس حكومة الأنقاذ السورية. الجولاني افتتح طريقا يربط حلب بمعبر باب الهوى الحكومي مع تركيا. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد الأخير من خلاله على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي خلال اتصال هاتفي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية بأن المحاولات جارية لحل الأزمة السياسية للوصول إلى توافق وطني على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وإيجاد آلية لترشيح رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تنفيذية بأسرع وقت ممكن. أفاد مراسل الحدث بأن العشرات من المسلحين هاجموا المقر الأمني التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة جنين، كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوى الأمن، وذلك عقب قيام الشرطة الفلسطينية باعتقال نجل الأسير زكريا الزبيدي. أكدت وزارة العدل الموريتانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نظراً لوضعه الصحي، وفرضت عليه المراقبة القضائية في منزله. وأتى ذلك بعد مطالبة أنصار الرئيس السابق ومحاميه بالإفراج عنه بذلك، وسمح له أيضا بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج. نبدأ من العراق، حيث أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن إرادة الشعب العراقي هي حكومة أغلبية وطنية، وأن أي تهديد لن يثني الأطراف الوطنية من المضي قدما لمشروع يخدم الشعب، كاشفا عن ملامح حكومة الأغلبية الوطنية بقوله أن التهديد سيزيدنا تصميما وعزما وتقدما نحو الديمقراطية. كلام الصدر يأتي بعد اجتماعات لعقد التحالفات السياسية التي سيبدأ بها البرلمان العراقي أولى جلساته يوم غد 9 يناير لبحث تشكيل السلطات التنفيذية، في مقدمتها رئاسة الجمهورية، البرلمان والحكومة.
وقبل ذلك قال الإطار التنسيقي في بيان أنه ناقش خلال اجتماع له قضية الكتلة الأكبر. وجاء في البيان أن الإطار التنسيقي جدد دعوته لتشكيل الكتلة الأكبر. من جهة أخرى أيضا أشارت مصادر سياسية نقلا عن الإطار التنسيقي أن الكتلة الكردية والسنية لم تحسم أمرها في الانضمام إلى أي من الأطراف الشيعية، وأنهما يفضلان المشاركة الشيعية الواسعة ويبحثان عن تفاهمات أكبر. وأكدت المصادر أن الكتلة الصدرية لا تزال تصر على تشكيل أغلبية سياسية بعيدا عن الكتلة الشيعية. بدورها كشفت مصادر عراقية عن إلغاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري زيارته إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، وأرجعت الأسباب إلى إصرار الصدر على إبعاد المالكي من أي تحالف يدخل به مع الإطار التنسيقي. من جانبه أكد ناصر الربيعي عضو الكتلة الصدرية أن موقف التيار الصدري هو موقف موحد مع الوفد الكردي فيما يخص تشكيل الحكومة، فيما أشار رئيس الوفد الكردي هوشيار زباري إلى أن الاستحقاقات الانتخابية هي الحكم في تقرير المصير في الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد. تشرفنا اليوم باستقبال وفد الكردي المشترك بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهي استكمال لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة، وإن شاء الله المواقف موحدة وجيدة فيما يخص جلسة يوم الأحد وتشكيل الحكومة. شكرا جزيلا. اليوم زرنا الهيئة السياسية للتيار الصدري وجرى لقاء ودي وصريح وواضح حول الاستحقاقات ما بعد الانتخابات، وهذا الحوار كان مفيد جدا حقيقة. أمامنا استحقاق مهم وطني يوم 9 في هذا الشهر، وهو يوم عقد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد بعد الانتخابات التشريعية في البلاد. لذلك الجميع مطلوب أن نستفيد من هذه الفرصة، وأيضا نثبت بأن الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية هي سوف تكون الحكم في تقرير مصير هذا البلد. من أربيل ينضم إلينا عبد السلام برواري النائب السابق في برلمان كردستان. حضرة النائب أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الساعة الإخبارية من الحدث. بداية، الصدر عندما أكد أن المواقف أن هناك توحيد للمواقف مع الوفد الكردي الموحد في موضوع تشكيل الحكومة، هل هذا يعتبر نهائي ومؤكد برأيك، وكيف سينعكس على مسار كل التحالفات السياسية؟ نعم، صباح الخير. صباح النور. تحية وتحية للأخوات والإخوة المتابعين. في الحقيقة يعني الخارطة السياسية في كردستان كانت إلى 2014 أن تكون هناك قائمة أصلا مشتركة بين الحزبين، وكانت هناك أحزاب أخرى مشتركة. بعد 2014 انفرد الاتحاد الوطني بالنزول في الانتخابات. اليوم ونتيجة للاجتماعات المركزة بين المكتبين السياسيين للحزبين خلال الأسبوعين المنصرفين، الأجواء تغيرت وهناك فعلا جو إيجابي. والوفد عندما ذهب إلى بغداد في الحقيقة لديه ورقة عمل مشتركة، وكما لاحظتم حتى في تقاريركم أن الوفد يتصرف كوفد واحد، وهذا نتيجة القرارات التي ظهرت بها اجتماعات المكتبين السياسيين. شكلوا 4 لجان، إحدى هذه اللجان هي المتعلقة بالعمل كفريق واحد، سواء في مرحلة التفاوض أو مرحلة الاتفاق على المشاركة والتوزيع المناصب أو الحصص إلى آخره. نعم، يعني هذا الحديث عن التوحد الموقف الكردي، ولكن بقية الأطراف وخاصة الأطراف الشيعية هي لا تزال منقسمة، وهناك خلاف على موضوع التحالفات إذا كانت يعني أو التشكيلات. لنقل اليوم الوفد الكردي الموحد يميل لأي طرف من الأطراف الشيعية؟ في الحقيقة هذا قدرنا في العراق، يعني نحن لم نختر أن نكون كردا أو سنة أو شيعة أو عربا،
والعرف السياسي بعد 2005 هو أن يستلم الكرد رئاسة الجمهورية والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة باعتبارهم أكثرية، بالتأكيد هذه الأكثرية تنعكس على مجلس النواب أيضا، يستلمون رئاسة الوزراء. بمعنى نحن مقيدون بأن نعمل طالما لا نريد أن نذهب للمعارضة، أعتقد السنة نفس الموقف أيضا، نحن مقيدون بالخيار الشيعي، سواء اتفق الشيعة على مرشح واحد أو نزلت لنقول مجموعة شيعية وتم تكليفة بتشكيل وزارة، المسألة ليست مسألة ميل، مسألة علينا أن نتفق مع أو أن نتحالف مع هذه الجهة. بالتأكيد خلال اللقاءات التي جرت بعد قبل أصلا قبل الانتخابات، خلال الانتخابات، بعد وآخرها زيارة الوفد الحالي، هناك نقاط مشتركة في الرؤية العامة بين الجانب الكردي وخاصة حزب الديمقراطي الكردستاني وما يدعو إليه السيد الصدر. بمعنى طيب إذن حضرت النائب عبد السلام، لماذا حتى الآن يعني مصادر بالإطار التنسيقي لا تزال تؤكد بأن الكتل الكردية والسنية حتى لم تحسم بعد الانضمام لأي طرف من الأطراف الشيعية، رغم ما يشار أو ما يقال عن قرب التوافق بين التيار الصدري والوفد الكردي الموحد؟ يعني طبعا التيار الإطار يحاول إلى آخر لحظة بأن يظهر بأن له دورا، وهو يضغط بأن ينضم إلى الحكومة. يعني هاي الحالة، طبعا الموقف الكردي يجب أن نأخذه من على لسان الممثلي الكرد لا الإطار. الإطار يقول ذلك لكي يظهر بأن جهود الصدر لن تنفع ويجب على الصدر في النهاية أن يتفق معهم. يعني هذه الحالة الشاذة، إذا راقبنا الديمقراطيات الحديثة لنقل منذ 400 سنة، عادة إذا لم تشكل جهة معينة أو قائمة أو حزب كتلة تزيد عن 50%، هي التي تختار من الذي تشركه في الحكومة معها. هذا الذي يطالب به الإطار شيء غريب، يعني اختراع جديد، أنه يجب عليك أن تشاركني في السلطة. هذا طبعا أنا أعتقد يعود إلى مجموعة أسباب لا داعية أو لا مجال هنا لأن نتحدث عنها. ولكن في النهاية أنا لا أدري، يعني هذه المرة المرجعية أو الذين كانوا يتحدثون باسم المرجعية ساكتون لحد الآن. لا ندري مدى تأثير لنقول الزيارات أو الضغط الخارجي، وكذلك مدى إمكانية التوصل إلى حل يحفظ مع الوجه. بمعنى الإطار إذا لنقل فشل في أن يجبر الصدر أن يشركه في السلطة، إذا كان هناك حال بإعطائهم مثلا يوم غد نائب الأول لرئيس البرلمان، إعطائهم منصب نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس وزراء، عندها الإطار يمكن أن يقول نحن أصررنا وها نحن تم إشراكنا. ولكن هل تعتقد أن استمرار يعني استمرار الخلافات أو الاستمرار على نفس هذا النهج من الإطار التنسيقي سينعكس بهذه الصورة على الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد؟ يعني بالفعل سينجحون بالضغط ليشاركوا في الحكم رغم خسارتهم بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة؟ يعني إذا نظرنا إلى الأرقام الإطار يقول تمكنت من جمع، مرات يقولون 75 صوت، مرات يقولون 90 مقعد. الصدريين إذا أخذنا كلام التويتر الأخير للسيد المقتدى وكذلك ما تتداوله وسائل الإعلام، الصدر ب 73 مقعد، الكرد يعني سوية الديمقراطي والاتحاد ب 49 مقعد، السنة مجتمعين ربما 50 مقعد. يقال أن جبهة المستقلون الشعبيون جماعة من المستقلين 6 مقاعد، ومجموعة من أجل الشعب 18 مقعد. هذا كله يشكل كتلة حجمها 256 نائب من مجموع 329، يعني حتى أكثر من ثلثين. السؤال الكبير هو
يعني فيما يخص رئاسة البرلمان، أنا أعتقد هذه القوى حتى لو لم تعلن الكتلة الكبرى الذي هي مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، نعم، يوم غد إذا كانت هناك نية بسهولة يمكن لهذا التجمع الذين يصرون دائما بأن الرؤانة مشتركة بأن يمرروا مسألة اختيار رئاسة البرلمان وبهذا الاتفاق الموجود بين السنة، طبعا رئاسة البرلمان بمعنى أن السنة يجب أن يأخذوا على اطمئنان من الكرد بدعم المرشح أو إذا كان هناك مرشحين أيضا، نعم، هذا سينعكس على انتظار الكرد بأن يدعم السنة أيضا المرشح الذي يتفق عليه الكرد، بمعنى خلال يعني نظريا يمكن لنا أن نتصور بأنه ممكن بعد 10 أيام أو 15 يوم أن يكون لنا مجلس نواب ورئاسة وأن يكون رئيس الجمهورية حتى يمكن له أن يكلف الكتلة الكبرى، نعم. لكن هذا كله يعتمد على هل هناك رغبة لدى القوى التي هي لنقل الآن قريبة مع الصدر بأن تدخل معه في كتلة وترسل أسماءها، لأن تعرفين الكتلة الكبرى، نعم، يتم اختيارها من خلال أن تقوم جهة معينة بكتاب تدوين أسماء النواب لا أسماء المكونات، بمعنى أسماء النواب كلهم وتعلن عن نفسها تحت اسم كتلة، نعم، معينة. الإطار سيقوم بذلك. إذا لم يقم التيار الصدري بهذه الخطوة سيكون الإطار هو القوة الأكبر في البرلمان، نعم، رغم أنه ربما في هذا يتوضح يوم غد، نعم، حضرة النائب تكليفة. عذرني انتهى الوقت، ولكن هل هذا يتوضح هذه النقطة، موضوع الكتلة الأكبر ستتوضح يوم غد؟ إذا كانت الكتلة الصدرية تريد أن يتم تكليفها بتشكيل الحكومة يجب عليها أن تقدم كتلة أكبر من كتلة الإطار إلى، نعم، رئاسة البرلمان، وإلا، نعم، سيتم تكليف التيار الآخر. لكن هذا لا يعني أنه ممكن للتصويت عند التصويت على الوزارة أن تمر، لأنهم سيكونون أقلية وتكون حكومة أقلية، نعم. هذه الأرقام القريبة من الصدر يمكن لها أن تفشل التصويت على الوزارة الإطارية حتى لو كان تم تشكيل، نعم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات أيضا من أربيل، كنت معنا عبد السلام بارواري النائب السابق في برلمان كردستان، شكرا جزيلا لك. يقبع لاعب كرة التنس العالمي نوفاك ديوغوفيتش في مركز احتجاز حكومي في ملبورن بأستراليا بانتظار مثوله أمام القضاء الأسترالي يوم الاثنين، والذي يمكن أن يقرر ترحيله إلى بلاده صربيا لكونه لم يتلقى اللقاح المضاد لكورونا. ديوغوفيتش وجه من مقر إقامته الجبرية رسالة شكر لمعجبيه حول العالم وفي بلاده الذين ساندوه خلال هذه الأزمة، ورغم حصول ديوغوفيتش على إعفاء من اللقاح لأنه لم يفده في بلد يفرض قيودا صارمة على غير الملقحين، وكان اللاعب المرتاب من اللقاحات حصل على إعفاء من شرط اللقاح حتى يتمكن من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لكنه تفاجأ بإلغاء السلطات الأسترالية تأشيرته عند وصوله إلى أراضيها ونقل إلى مركز ترحيل للمهاجرين. ورغم أنه لم يتضح السبب في هذه الخطوة لأن المرجح أن يكون وراءها الضغوط والاحتجاجات على تلقي اللاعب معاملة خاصة. إذن مشاهدينا، قضية بطل التنس الصربي العالمي نوفاك ديوغوفيتش
بيتش سلطت الضوء من جديد على معاناة المهاجرين في أستراليا تحديدا، وفضحت سوء معاملتهم. فوفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن دييغو فيتش يقيم حاليا في فندق كارلتون بارك في ملبورن، وهو المكان الذي تستخدمه قوة الحدود الأسترالية كمركز احتجاز مخصص للمهاجرين منذ ديسمبر 2020. محتجز في الفندق يدعى جمال محمد، يبلغ من العمر 38 عاما. قال للصحيفة أن الأوضاع صعبة، لا يوجد هواء نقي والفندق مغلق تماما. أما مهدي وهو مهاجر أمضى 9 سنوات في الاحتجاز أيضا، فعبر عن أمله للصحيفة بأن ينقل دييغو فيتش معاناة المهاجرين للعالم، فيما وصف أيضا لاجئ آخر المكان بزنزانة التعذيب، حيث يتم معاملتهم بطريقة سيئة. من جانبها، اعتبرت جماعات حقوق الإنسان سياسة أستراليا الخاصة باحتجاز المهاجرين بأنها انتهاك لقوانين الحقوق الدولية. وبحسب الجارديان، فقد أكدت تقارير عن تقديم وجبات مع خبز متعفن للمحتجزين، وتعرض بعضهم للمرض بسبب الطعام. ومنذ عام 2014 توفي نحو 13 شخصا، بعضهم بسبب الانتحار، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. في لبنان، اندلع حريق هائل في خزان محروقات بجوار مولدات للكهرباء في منطقة كفر رمان بالنبطية. ووفقا لوسائل إعلام محلية، أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص، وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى المكان. يذكر انفجار النبطية بالانفجار الذي وقع في صهريج وقود في عكار، خلف عشرات القتلى والجرحى في أغسطس من العام الماضي. في استطلاع أجرته الحدث على حساباتي على السوشيال ميديا، أفاد أكثر من 60% من المستطلعين بأنهم يتوقعون تفلتاً أمنياً في لبنان يتراوح بين تفجيرات في مناطق عدة واغتيالات. فرداً على سؤال عن درجة احتمال حدوث فلتان أمني كلي في لبنان، توقع 62% من المستطلعين أن تكون درجة احتمالية حدوث فلتان أمني كلي عالية، فيما رأى 18% أنها ضعيفة و 20% متوسطة. على يوتيوب كوميونيتي، رأى 60% أن هذه الاحتمالية عالية و 20% متوسطة و 20% ضعيفة. وهذه النشرة مستمرة معكم فيها أيضا بعد الفاصل. بالرغم من عدم توفر المياه الساخنة في المنازل، طالبان تمنع الحمامات العامة على النساء. تظاهرات في العام الجديد والتي دعت إليها لجان المقاومة توجهت إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية. بيان رسمي للشرطة تحدث عن متفلتين، من يقصد تحديدا؟ ما حدث أمس هي مجزرة حقيقية. هل للشارع مسؤولية في هذا الأمر؟ لا يمكن أننا نحتمل تجربة فاشلة نظيفة لتجاربنا الفاشلة السابقة. يعني أشكال من العنف، وهذا العنف بدأ يأخذ مناحي شبه ممنهجة. هل ثمة أصداء لهذه التظاهرات؟ داهموا المبنى وظلوا يبحثون عني، اقتحموا المكتب وقاموا بالاعتداء على المصورين وعلى المنتجين. 54 قتيل حتى اليوم، والبعض يتحدث عن أفق الحل، من أين يبدأ؟ ما الذي يفهم من الموقف الأمريكي الآن؟ ما الرسالة؟ والله أعتقد الرسالة هذه يعني معني بها دكتور عبد الله حمدوكي. إنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم
استقالتي من منصب رئيس الوزراء. في رأيكم هل هذه الاستقالة ستكون مدخلا لحل الأزمة السودانية أم بالعكس؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد إلى اليمن والتطورات هناك، حيث انتهت المهلة التي منحتها ألويات العمالقة الجنوبية للحوثيين للانسحاب الفوري من مديرية عين في شبوة. وأعلنت الألوية في وقت سابق من ليلة أمس عن مهلة مدتها 6 ساعات لإتمام الانسحاب الكامل من مديرية عين، مشيرة إلى أنه في حال عدم تنفيذ الانسحاب فستبدأ حملة جوية وبرية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدك الميليشيات وطردها بالقوة. كما أكدت ألوية العمالقة الجنوبية جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب. اكتشفت هندسة القوات المشتركة حقل ألغام جديد من مخلفات ميليشيا الحوثي في مديرية حيس في محافظة الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري أن فريقا هندسيا اكتشف حقل ألغام مضادة للدروع زرعته الميليشيات في منطقة الدانين وبشر على الفور في نزعه وتفكيكه. أكدت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي قامت بنصب كمائن ونقاط تفتيش لتصفية عناصرها الفارين من بيحان في محافظة شبوة ولمنعهم من الفرار من باقي المناطق التي يسيطرون عليها. ونقلت وكالة خبر عن مصادر قولها أن مسلحي وعناصر جهاز ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للميليشيات نصبوا كمائن للعديد من أطقم الحوثيين في وادي النحر المؤدي إلى محافظة البيضاء. ولفتت المصادر أن عناصر الأمن الوقائي أقدموا على إعدام مسلحي الميليشيات بدم بارد ورمي جثثهم على قارعة الطرقات.
من مأرب ينضم إلينا موفد الحدث أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك، لو تطلعنا على آخر التطورات والتفاصيل أو كل المستجدات الميدانية. نعم روبا، يعني يمكن الحديث أن هناك تقدمات كبيرة تحرزها الولايات العمالقة وأحرزتها خلال الساعات القليلة الماضية. يوم أمس كان هناك سيطرة شبه كاملة على بيحان، محافظ ورئيس الجمهورية اتصل بقادة أو بقائد الولايات العمالقة وهنه على هذا النصر الكبير والتقدمات السريعة التي حققتها يعني الولايات العمالقة خلال يوم أمس. الولايات العمالقة كانت قد أعطت لميليشيا الحوثي مهلة 6 ساعات لمغادرة مديرية عين وهي آخر مديريات محافظة شبوة. هذه المهلة تهدد الولايات العمالقة أنها إذا انتهت دون انسحاب الولايات العمالقة ستقوم بتحرير واجتياح مديرية عين برا وجوا كما قال بيان الولايات العمالقة. نحن نتحدث عن انتصارات كبيرة وسريعة جدا للغاية وسيطرة على مساحات كبيرة بيحان وعسيلان. يعني يمكن القول أنه إذا قررت الولايات العمالقة الدخول إلى مديرية عين فالناس ستسقط خلال يوم واحد، وبعد ذلك يمكن الانتقال. هل في بوادر على الأرض للانسحاب أحمد، انسحاب الميليشيات؟ لا توجد بوادر لأن ميليشيا الحوثي وقادتها يعني يجبرون العناصر التابعة لهم على القتال، ومن يعني يقوم بالفرار من الممكن أن يقتل أو يجبر على العودة مرة أخرى للقتال، وهذا ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية. لكن يعني وجدنا العديد من الصور والفيديوهات التي توضح عملية الفرار المتكررة لعناصر من ميليشيا الحوثي في جبهة شبوة. ايضا في مأرب كان هناك استغلال من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومه لهذه التقدمات، وبالفعل احرزت قوات الجيش تقدمات في الجبهه الجنوبيه لمأرب وتقدمت او تحاول الوصول الى مناطق الملعى والفليحه وأمريش. وكذلك تعمل على تطويق الميليشيا الحوثيه وعناصرها. احمد بالتاكيد هناك معلومات وتفاصيل كثيره، ولكن نحن لا نريد ان نطيل عليك، نعرف انك متوعك قليلا، نتمنى لك الصحة وبالتأكيد سنتابع معك كل التطورات. شكرا جزيلا لك من مأرب موفد الحدث أحمد بجاتو. وأيضا لمناقشة كل هذه التفاصيل من القاهرة ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم. حضرة العقيد أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الساعة الإخبارية من قناة الحدث. بداية، هل تتوقع أن يكون هناك انسحاب لميليشيا الحوثي بعد انتهاء المهلة التي أعطتها الولايات العمالقة لهم في شبوة في مديرية عين تحديدا؟ حياك يا أختي العزيزة. أهلا بك. كما سمعنا وكما قرأت يا أختي العزيزة أن الميليشيات الحوثية تقوم بنصب نقاط وكمائن لمنع أفرادها أو أفراد ميليشياتها من الهروب من المواجهة العسكرية، لذلك فأنا أتوقع أن تستمر الميليشيات الحوثية في القتال كعادتها، هي لا تنسحب مطلقا لأنه يعني لا يهمها الخسارة البشرية التي تذهب طالما وهي تحاول أن تتمسك بالأرض. ولذلك أنا في اعتقادي أنها ستكون هناك مواجهة عسكرية، وإن كان الأمر محسوم، مسألة عين وتحرير يعني مديرية عين هي تحصيل حاصل، لم تعد الميليشيات الحوثية قادرة على المواجهة في هذه المديرية التي قد تكون أصغر مديريات محافظة شبوة. يعني ما تلقيته من ضربات موجعة خلال اليومين الماضية من يعني طيران التحالف ومن يعني قوات الجيش والعمالقة على الأرض كانت موجعة فعلا للميليشيات الحوثية، وخصوصا أنها حررت أكثر من يعني مديريتين وهي مساحات كبيرة جدا. لكن اليوم عين محاصرة من 3 اتجاهات، وأنا في اعتقادي أنها ستحاول جاهدة زراعة الألغام كعادتها الاحتماء بالمدنيين، لكن في الأول والأخير هي تعلم علم اليقين أنه لا مناص من تحرير مديرية عين. نعم، لكن طيب ما هي الاستراتيجية بعد عين؟ هل حضرة العقيد ما الاستراتيجية العسكرية التي ممكن أن تتبعها الولايات العمالقة لمواجهة هذه التحديات في هذه المنطقة؟ أختي العزيزة، أولا وحدات العمالقة والجيش اليمني دائما
ما يحاولون جاهدا تجنيب المدنيين وإيلات الحرب وإخراج الحرب من 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 المدن كما حصل في عسيلان وكما حصل في بيحان وكما يحصل في مختلف المناطق التي تدار فيها العمليات العسكرية. يكون هناك التفاف على المدن، قطع الطرق والخطوط، وثم محاصرة الميليشيات وعملية اقتحام يعني دون أن يكون هناك أضرار سواء بالممتلكات المدنية أو بالمدنيين أنفسهم، وهذا ما جرى في بيحان وفي عسيلان. أنا في اعتقادي أن مركز مديرية عين هو لا يحتاج سوى لساعات حتى تصل إليه وحدات العمالقة والجيش اليمني، وأنا في اعتقادي أن الفرق الهندسية هي ستكون رأس الحربة في هذه المعركة وفي مختلف المعارك، وفتح الطرق وفتح الثغرات وإزالة الألغام أمام الوحدات، ثم تقدم والالتفاف على مركز المديرية. طيب وبعد عين كما حصل في عسيلان وكما يحصل في مختلف الجبهات. نعم، كنت تتحدث بأن المهم أيضا هو ما بعد هذه المديرية، ما السيناريو المتوقع، كيف سينعكس على مسار كل المعارك الجارية في شبوة وأيضا في مأرب؟ أولا أختي العزيزة، هناك أكثر من جبهات أو أكثر من محافظة محررة ما زالت الميليشيات الحوثية على تخومها. نتكلم على الميليشيات الحوثية تتواجد على تخوم محافظة أبين، تتواجد على تخوم محافظة لحج، تتواجد على تخوم محافظة الضالع، على تخوم محافظة شبوة وأيضا مأرب. ولذلك نقول أنه يجب على القوات أن تندفع وأن يعني باتجاه محافظة البيضاء، كونها المحافظة الأكبر التي تحد أكثر من 8 محافظات في آن واحد، منها 5 محافظات محررة، ولن تأمن تلك المحافظات إلا بتحرير هذه المحافظة. وأيضا ستفتح 3 أبواب باتجاه محافظة صنعاء وباتجاه محافظة دمار ومحافظة إب. لذلك نقول أنها ما زال الخطر داهم وما زال الخطر موجود طالما ولم يتم يعني تحرير هذه المحافظة وتأمين كل المحافظات المحررة. وأنا في اعتقادي أن الوجهة ستكون باتجاه محافظة البيضاء وأيضا باتجاه محافظة مأرب للدعم وحدات الجيش هناك وتحرير ما تبقى من المديريات التابعة لمحافظة مأرب. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أيضا من القاهرة كنت معنا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم، شكرا لك. ضجت وسائل الإعلام الأمريكية بعد تصريحات معادية أطلقها رئيس اتحاد المصارع الإيراني علي رضا دابر ضد الولايات المتحدة قبيل لقاء مرتقب بين المنتخبين الأمريكي والإيراني سيعقد في ولاية تكساس في 12 من فبراير المقبل. وأثارت دعوات المسؤول الإيراني بالموت لأمريكا حفيظة وسائل الإعلام الأمريكية، خصوصا بعدما كشفت شبكة فوكس نيوز أن دابير مطلق الشتائم العدائية ضد أمريكا يحمل البطاقة الخضراء الأمريكية. یعنی هر کی اون دکتری که حتی کروات زده اینو بذارید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، بنظر اون داره میگه مگ بر آمریکا. خیلی اصلا حرف میزنن کار نمیکنن. باید با کار ما به دنیا ثابت کنیم. أضرم مجهولون النار في صور القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عند مدخل مدينة كرمان في جنوب شرق إيران، تزامنا مع إحياء طهران الذكرى السنوية الثانية لاغتياله. مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أنه بحث أسباب تأجيل الانتخابات مع أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، وأوضح عبر تويتر أن غوتيريش أكد حرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة. السني أوضح أيضا أنه بحث كيفية دعم الأمم المتحدة للمرحلة القادمة وبفاعلية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة تقبل نتائجها عندما يتم الاتفاق على خريطة طريق جديدة. والمزيد عن مساعي لجنة خريطة الطريق لإجراء الانتخابات مع مراسلنا منير الأشهب.
في ليبيا تبقى تحركات لجنة خريطة الطريق المعدة من مجلس النواب هي الشغل الشاغر للسياسيين هنا، خصيصا بعد اللقاءات الأخيرة التي أجرتها اللجنة مع العديد من الكيانات السياسية والشخصيات الفاعلة في ليبيا، أبرزها المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وأيضا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي عبرت المستشارة الخاصة بالعامين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز عن دعم البعثة لهذه اللجنة وما ستسفر عنه من تقارير تقدمها لمجلس النواب. اللجنة يبقى أمامها العديد من السيناريوهات المطروحة التي ستفصل فيها، أبرزها تحديد موعد للانتخابات أم الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور أولا حسب مطالبات رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي يطالب أيضا بأن تكون القوانين توافقية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حتى يتم تمريرها ولا يتم عرقلتها مثل ما حدث في موعد الانتخابات السابق والذي كان من المفترض أن يعقد في 24 ديسمبر الماضي. قرار جديد وغريب يؤكد انتهاك الحقوق الأساسية تتخذه طالبان. هذه المرة منعت الحركة النساء في شمال أفغانستان من استخدام الحمامات العامة المخصصة للاستحمام، ما أثار غضبا عارما في صفوف المنظمات النسوية الحقوقية. وعبرت النساء عن خشيتهن من أن الحظر سيمتد إلى أجزاء أخرى من البلاد. ويعد استخدام الحمامات العامة من التقاليد التي تظل بالنسبة للكثير من الناس الفرصة الوحيدة للاستحمام الدافئ خلال أشهر الشتاء في البلاد، علما أن معظم الأسر في هرات ومزار الشريف لا تملك القدرة أو التسهيلات لتسخين كميات كبيرة من المياه بغرض الاستحمام في بيوتهن. وإزاء قواعد طالبان المتشددة، ارتدى عدد من النساء في العاصمة كابول ثياب الرجال احتجاجا على القيود التي تفرضها الحركة، ووجهوا رسالة لطالبان تقول: سواء أعجبكم أم لا فنحن نصف المجتمع. بنام خداوندی که انسان را آزاد آفرید. امروز هفته جدی 1400. زنان افغانستان در یک مرحله حساس از تاریخ حیات خود قرار گرفتند که هر گونه پاسخدهی یا عدم پاسخدهی آنان برابر با موجودیت یا عدم موجودیت زنان در آینده افغانستان است. جهان با نگاه به موج اعتراضات و واکنش‌های زنان افغانستان و على وقع تصاعد التوتر في كازاخستان، سمحت واشنطن لموظفيها القنصليين غير الأساسيين بمغادرة البلاد. الاحتجاجات في الشارع لم تستثني المؤسسات، فقد وثق مقطع فيديو لحظة هجوم سيارة على بنك في ألماتا كبرى مدن كازاخستان. إلى جائحة كورونا، وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون انتقاد غير المطعمين قائلا إنهم يقيدون حركة الآخرين ويشكلون خطرا عليهم. قد نتأثر بالتعبيرات التي تبدو شائعة والتي أفترضها تماما، لكنني متأثر بالوضع الذي نجد أنفسنا فيه، حيث يوجد الانقسام الحقيقي للبلد عندما يقوم بعض الأشخاص بتحرير حريتهم والتي تصبح غير مسؤولة، فهم لا يعرضون حياة الآخرين للخطر فقط بل يقيدون حرية الآخرين، وهذا لا يمكنني قبوله. هذا وقربت أعداد المصابين بكورونا في فرنسا 250,000 شخص، والمزيد عن وضع كورونا في فرنسا مع مراسلتنا زينة عدي. المعدل الوسطي للإصابات اليومية في فرنسا يسجل منذ أيام رقماً يقترب من 250,000 إصابة، لكن العنصر المطمئن وسط كل ذلك أن هذه الزيادة لا تنعكس زيادة في عدد الإصابات في غرفة العناية الفائقة، ما يؤكد كما تقول الحكومة أن اللقاح وإن كان لا يحمي من الإصابة بكورونا لكنه بالتأكيد يحمي من الإصابة بأعراضها الخطيرة، ويجنب المصاب بالتالي الدخول إلى غرفة الإنعاش.
تجاوز معدل الفحوصات الإيجابية للإصابة بكورونا 18%، ومن المتوقع أن تستمر سرعة الانتشار خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما بلغت الإصابات مستويات بالغة الارتفاع في منطقة باريس ومحيطها وبعض المناطق الأخرى من البلاد، ما قد يضع المستشفيات في وضع حرج وتحت ضغط كبير في الأسابيع القادمة. وفي بريطانيا بدأت وزارة الدفاع نشر الجيش لدعم المستشفيات التي تعاني من نقص في الموظفين وضغوط شديدة بسبب تسجيل حالات إصابة مرتفعة بكورونا. ما زلنا نشهد ارتفاعا في عدد حالات الاستشفاء، خاصة مع ارتفاع معدل الحالات في الفئات العمرية الأكبر سنا، وهو أمر مثير للقلق، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نكون صادقين، وعندما ننظر إلى الخدمة الصحية الوطنية سيكون الأمر صعبا في الأسابيع القليلة المقبلة. قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا إن فعالية اللقاحات المعززة ضد فيروس كورونا ستنخفض على الأرجح بمرور الوقت، وبالتالي قد تكون هناك حاجة لجرعة رابعة، ورجح حصول الأشخاص الذين تلقوا جرعات معززة الخريف الماضي على حماية تكفيهم لفصل الشتاء فقط، ثم تبدأ بالانخفاض تماما كما حدث مع الجرعات السابقة. وكانت بيانات قادمة من المملكة المتحدة وجدت أن فعالية لقاحات موديرنا وفايزر ذات الجرعتين لا تتجاوز 10% في منع العدوى المصحوبة بأعراض من أوميكرون، حيث تبدأ بالانخفاض بعد حوالي 4 أسابيع وفق البيانات. وفي سياق مشابه قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إن الأشخاص سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة رابعة في وقت أقرب مما هو متوقع بسبب ضراوة أوميكرون. من براغ تنضم إلينا الدكتور منى كيال الطبية، طبيبة الاستشارية في تشخيص الأمراض الجرثومية والفيروسية في المستشفى الجامعي. دكتور منى أهلا ومرحبا بك دائما معنا على شاشة الحدث. يعني بعد ما تفائلنا شوي بموضوع أن الجائحة ربما ستبدأ بالانحسار منتصف الشهر القادم، عادت موديرنا وأحبطتنا من جديد بالحديث عن جرعة معززة رابعة ضرورية للحد من الإصابات. طبيا إلى أي مدى تعتقدين بالفعل أن الجرعة الرابعة هي ضرورية، وخاصة على ضوء أن يعني البعض حتى الآن يرفض حتى أخذ اللقاح؟ صباح الخير، صباح النور لك وللسادة المشاهدين. نحن يعني تعودنا على سماع مثل هذه التصريحات يعني من شركات الأدوية بشكل استباقي، يعني تشجيعا للجرعات الداعمة في المستقبل. نحن نعرف أنه الجرعة المعززة الثالثة ترفع بشكل كبير المناعة، وخصوصا الأجسام المضادة التي ليست هي يعني وحدها السلاح، يعني سلاح جهاز المناعة ضد الفيروس. هناك منظومة كاملة متكاملة بما فيها الخلايا التائية والبائية، وبالتالي يعني حتى الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ما زالوا يعني لديهم مناعة ضد الإصابات الشديدة. اليوم نركز على التلقيح بجرعتيه الأولى والثانية، الجرعة المعززة بعد 6 أشهر لمن استطاع. أما الجرعة الرابعة فهي فقط للذين لديهم مشكلة كبيرة بجهاز المناعة. على العموم يعني فيروس كورونا ليس من الفيروسات التي تعطي مناعة دائمة أو طويلة الأمد. يتوقع ضرورة الجرعة الرابعة يعني بموسم الخريف القادم، حتى يكون هناك كما فيروسات الإنفلونزا، نتأمل حتى ذلك الوقت أن يصبح هناك هو حتى فيروس جديد. دكتور يعني حتى اللقاح لفيروس الإنفلونزا يؤخذ مرة كل عام، يعني نحن الآن بتنا مطالبين ربما بجرعة معززة كل 6 أشهر، حتى يعني الشركة تتحدث أن الجرعتين من فايزر وموديرنا بدأت فعاليتها بالانخفاض ل4 أسابيع. يعني هذه النقطة، نعم، يعني كيف ممكن أن تفسريها لنا؟ نعم، هلا هناك في فعالية لمدة 4 أسابيع في منع العدوى، لأنه بتكون الأجسام المضادة يعني مستوى الأعلى الحالة القصوى، ولكن ثم بعد ذلك تنخفض يعني قدرتها على منع العدوى، ولكن تبقى قدرتها على الحماية من الأعراض، وبعد فترة تستمر قدرتها على الحماية من الأعراض الخطيرة ودخول العناية المشددة. فنحن لا يعني نعرف أنه الأجسام المضادة لن تبقى بنفس المستوى العالي كما بعد 4 أسابيع
أسابيع أو 8 أسابيع ستنخفض، ولكن يبقى جهاز المناعة يستطيع التعرف على الفيروس، وبعد 3 جرعات في حال أصبنا بأوميكرون ستكون الأعراض خفيفة جدا وسنكتسب مناعة من الإصابة. فلا داعي للخوف والقلق أن نستمر كل عدة أشهر بتناول جرعات إضافية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أيضا من براغ كنت معنا الدكتور منى كيالة، طبيبة الاستشارية في تشخيص الأمراض الجرثومية والفيروسية في المستشفى الجامعي. شكرا جزيلا لك. في قرار مفاجئ، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة سفر لملكة جمال بريطانيا وتدعى لين كلايف للمشاركة في مسابقة ميس وورلد في لاس فيغاس، وسبب وفق الإعلام البريطاني مكان ولادتها. فكلايف من مواليد مدينة دمشق التي تعتبرها واشنطن من بؤر الإرهاب، فلم تتمكن من الحصول على التأشيرة رغم حيازتها لجواز سفر بريطاني. عجت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات حول مظهر وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو الذي فقد الكثير من وزنه ليبدو نحيفا على هيئة مختلفة على التي اعتاد الظهور بها. يعقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى يوم غد 9 يناير، وذلك بعد مشاورات بين الأقطاب السياسية لتشكيل كتل نيابية كبيرة لم تخلو من الإشكالات بين الفرقاء. سؤال التصويت الجديد يقول: هل تؤثر الخلافات في التحالفات على الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد؟ الإجابات هي نعم أو لا، والمشاركة في هذا التصويت على حسابات الحدث على تويتر ويوتيوب كوميونيتي. وأما الآن فتذكير بأبرز العناوين. انتهاء مهلة ألوية العمالقة لانسحاب الحوثيين من مديرية عين في شبوة، وترقب لحملة جوية وبرية بالتنسيق مع التحالف. في ظل تحذيرات من اغتيالات وتفجيرات أمنية متنقلة في لبنان، غالبية المستطلعين على الحدث يتخوفون من تفلت أمني كلي. استياء إعلامي أمريكي بسبب تصريحات معادية للولايات المتحدة أطلقها رئيس اتحاد المصارعة الإيراني. موديرنا تكشف أن فعالية اللقاحات المعززة ضد كورونا ستنخفض بمرور الوقت، وقد يحتاج الناس إلى جرعة رابعة في الخريف. قضية ديوغوفيتش تتحول أزمة دبلوماسية وتفضح سوء معاملة المهاجرين في أستراليا. في تحد لقواعد طالبان المتشددة، نساء أفغانيات يرتدين ملابس رجالية والحركة تمنعهن من استخدام الحمامات العامة. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.